مرحبا بالحضور الكريم وبكل من كيتابعنا على القناة الثانية في حلقة جديدة من برنامج نغنيوها مغربية. البداية كيف شفتوا كانت مع سيف وجاي على عودو. سيف اللي مازال راجع معنا في حلقة هذه الليلة. حلقة هذه الليلة من نغنيوها مغربية حضرنا لكم فيها أغاني من كل الألوان باش نرضيو كل الأذواق. الوجهة اللحظة شمال المملكة وريبرتوار الراحل عبد الصادق شقارة ونستقبلوا وبحرارة الفنان عبد الرحيم سويري. Hey, what's it gonna love?
الفنان عبد الرحيم الصويري بالنشاط والحيوية ديالو المعهودين، ومن طبيعة الحال الصوت القوي اللي كيزيد حلاوة مع مرور الزمن. مرحبا بك سي عبد الرحيم. شكرا لالا، سعداء بلقائك مرة أخرى في المغربية. وأنا كذلك سعيد، وكنتسناك مشي مولود إن شاء الله غادي إن شاء الله. عرضينا السوا إن شاء الله، راكم معروضين. ضيعوا معاها هادي ليا وليك سي عبد الرحيم. ميرسي بوكو، بارك الله فيكم، شكرا. شكرا لك سي عبد الرحيم. انت كنت يعني بالاضافه انك اشتغلتي يعني مع معلمين كبار، من بين المعلمين الكبار اللي اشتغلتي معهم سي عبد الصادق شقاره الله يرحمه، شنو ممكن تقول لنا عليه؟ وحنا كنستحضروا وحده من الله يرحمه وجل رحمه، انسان عبقري، انسان ذكي، فيه كل المواصفات ديال الفنان. يعني العزف رقم واحد، الصوت رقم واحد. كنا كنتعلم، انا كنت كنمشي معاه كورال متي، وكان كيفتخر بيا بزاف الله يرحمه. وكان عنده عزيز سي عبد الرحيم، سي عبد الرحيم ديال سي عبد الرحيم دير هذه، سي عبد الرحيم يعني انسان من اطيب خلق الله، وعالم من اعلام الفن المغربي. يعني ما كاينش مزاح، لا هادشي لا يناقش، لانه هذاك السيد سبحان الله العظيم مغنيين كبار غنوا ليه، غنات ليه مجد الرومي، صح، غنات ليه اصاله، غنى ليه مجيد المهندس، يعني فنانين كبار عرب غنوا الاغاني ديالو. هذاك افتخار واعتزاز وتقدير وتكبير لهذا الفنان القوي الله يرحمه. وما شاء الله خلى لنا ريبرتوار، ها هو مازال عايش معنا الان. كيف قلت في الاول، انت يعني تعاملتي مع معلمين كبار من غير سي عبد الصادق شقاره، لوكيلي، تمساماني، الرئيس، كلها اسماء كبيره. شي ذكرى تستحضرها دابا مع وحده من هاد المعلمين، ذكرى ولا طريفه ولا شي حويجه اللي هي طويله شويه، ولكن نقص ما نطولوش بزاف على المستمعين والدار الكرام. كانت وقعت في الاول ديال الحاج عبد الكريم الرئيس في ايام يلاه بدا واحد من لي غارسون دوك التريتور، اييه واحد فيهم داخل المعلم ويقول ليه، قال ليه المعلم تعطلتي، المعلم ما تكلمش معاه نهائيا، ما تكلمش معاه نهائيا، مشى جلس في بلاصتو، جلس ويدي ليه واحد كويزه الماء، اييه جاب ليه الماء فهمتي، حطو ومشى وهو يضربو برجليه. هذا الحاجه عند الكاميرات والتخوا. قال ليه افلان الله يخليك لا رجع رجع حيد هذا، بغى يصيفط شي واحد من الدراري ديالو ديال مع التخيطو. قال ليه لا انت اجي، انت هز داك الشي فون، بداكي قد المالي تخوا. قال ليه انت مشغولك لا في دخل لا في خرج، شغلك هو هذا، ما شغلك لا دخل لي خرج. لما تقول لي انا تعطل، انا معلم فهمتي، تقول لي تعطلتي، علاش الهضره هذه؟ كل واحد واختصاصه، حتى واحد ما يدخل في اختصاصه. ايوا بغا يدوزها له بطريقه ماشي قدام الناس، غير بيناتهم. قال لي هذا هو شغلك، ما سخ لا في اللي دخل لا في اللي خرج. ياك غير بالحيله. ايوا الناس كانوا يعني بوحدهم هذوك الناس صراحه، يا هذه والله العظيم. الله يرحمهم جميعا كلهم، الله يرحمهم جميعا. وكيف قلت يعني خلاو لنا ما شاء الله تراث وفخر لبلادنا. الحمد لله المغرب كيفتخر اليوم بالجمعيات وبالمدارس ديال الموسيقى الاندلسيه والملحون والغرناطي، يعني اليوم تبارك الله موجود الخير الحمد لله. مازال نكملوا الدردشه ديالنا من بعد ما نستقبلوا فنانه اللي غادي تقدم لنا اغنيه ساعه سعيده لمحمود الادريسي. استقبلوا معايا ليلى البراق. Thank you.
ساعة سعيدة هي من كلمات الراحل مصطفى بغداد وألحان وغناء محمود الإدريسي، استمتعنا بها بكل الجمال الممكن بصوت ليلى البراق. مساء الخير ليلى، مرحبا بك. مساء النور، مساء النور ابتسام، مساء النور سي عبد الرحيم. انت كتغني وحنا كنشتموا فيك بالخير. ياك شوف ملي سمعك وتيقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله عليك ليلى. الله يفك وحيلك على خير ان شاء الله. امين، شكرا لليختك. ليلى انت يعني من الفنانين المجتهدين اللي كيصدروا يعني اعمال جديده مواكبه العصر نقولوا، ولكن متشبته تشبت كبير بالريبرتوار الكلاسيكي، علاش؟ شوف حنايا الفضل ديال الوجود ديال التواجد ديال مجموعه من الفنانين اللي ناجحين دابا كيرجع للموسيقى الكلاسيكيه المغربيه بالاخص. علاش؟ لان كون ما كانوش هذوك الناس ما نكونوش حنايا. حنايا ما حنا الا امتداد ديال هذوك الرواد، وكنتمناو اننا زعما الامل ديالنا اننا نكونوا في المستوى ديال التطلعات ديال الساحه الفنيه المغربيه، لان هذا هو الهدف اننا نرقاو بالفن المغربي في بلادنا. ولكن ما نبتعدوش عن الروح الشبابيه، لان احنا شباب وحنا دائما خصنا نتواصلوا مع هاد الشباب، لان احنا ديما منهم ومحتاجين لهم. اكيد اكيد، يعني ضروري الفنان يعني كيف قلتي يعني يعطي للجمهور داكشي اللي كينتظروا واللي كيتسناه دائما، بالحفاظ على الجوده وعلى يعني الطريق اللي بغى يسلك الفنان. ليلى بغيت نتكلم معاك ونرجع معاك لتجربه عشتيها يعني هذا السنه، هي تجربه الاعلام، تجربه جديده عليك، شنو تقييمك ليها وشنو استفدتي منها؟ شنو الخلاصه نقولوا؟ هي بصراحه هي من بين الاحلام اللي كانوا عندي فاش كنت مازال صغيره، واللي كيدل على هذه القضيه هي ماشي التجربه الاولى، هي تجربه ثانيه، بحكم انني فاش حصلت على الاجازه في اللغه الاسبانيه كنت مشيت دوزت واحد انستاج تدريب في التلفزه المغربيه في لا ريداكسيون اسبانيول، ومن هذا المنبر كنسلم على استاذ سعيد جديدي وياسين دريسي وزبيده الفتحي، لان انا هادو تمدرست على يديهم سعيد جديدي وتعلمت منهم بزاف في المغربيه. تحيه لكل هاد الاطر. وما استمريتش بحكم ان كانت عندي مازال الدراسه، وكان جاتني لا نافيت شويه صعيبه من كازا الغابه. ومن بعد سنوات جاني اقتراح من فرصه اخرى في احدى التلفزه وطنيه، وما ترددتش انني نوافق، اسمحوا لي انني نوافق. علاش؟ لان بحال بقى فيا شي شويه الحال اللي ما خدتش التجربه، والحمد لله تجربه اولى بلي بتي ديفو، بالاخطاء اللي ارتكبت وبالعفويه. انا كان الشعار ديالي هو العفويه. بطبيعه الحال كنت مع فريق العمل اللي هو اسامه بن جلون الصحفي، كنا كنشتغلوا بزاف، ولكن اللي كان اهم من هذا الشيء هو هي انني كنت كنحرص انني نعطي واحد الجوده للمستمع والمشاهد. علاش؟ لان ما بغيتش يقولوا بان ليلى تطفلات شي شويه على الميدان. لا بالعكس، كي قلتي هي تجربه اولى بحلوها بمرها باخطائها وبنجاحاتها ايضا. كنتمنوا لك كل التوفيق ليلى. سي عبد الرحيم، الى حتى انتجتك فرصه انك تقدم برنامج، شنو موضوع البرنامج ولا شنو؟ كيبان لي كل واحد وشغله. سي عبد الرحيم يحب التخصص. لا تبارك الله، يا دكتوره يعني اعطيها الله. الله يبارك فيك. انت اللسان الحلو عندها تبارك الله، افكار ديالها والحمد لله تكون هذه المستقبل ديال الشباب اللي هما كاين الحمد لله اليوم وكيجتهدوا منهم. ان شاء الله كتجتهد. الله يبارك تبارك الله عليك سي عبد الرحيم. غادي نرجعوا مره اخرى للريبرتوار الراحل عبد الصادق شقاره، هذه المره مع خالده بنت بلادي في ديو. هذه المره غادي يجمع كل من عبد الرحيم السويري وليلى البراق. جدك الغيت إذا الغيت
بنت بلادي عجبني عينيك، يا بنت بلادي سلبني عينيك، والزين اللي فيك قلبي تيبغيك، والزين اللي فيك قلبي تيبغيك. اي اي يا بنت بلادي، يا بنت بلادي عجبني عينيك، يا بنت بلادي سلبني عينيك، والزين اللي فيك قلبي كيبغيك، والزين اللي فيك قلبي كيبغيك. اي قلبي تيبغي، اي يا بنت بلادي.
أبنت بلادي من كلمات الزجال عبد الرحمن العلمي، ألحان وغناء عبد الصادق شقارة، هي من إبداع نهاية السبعينات ومن الأمثلة المبكرة للفوزيون في المغرب. استمتعنا بها في ديوج مع عبد الرحيم السويري وليلى البراق، شكرا لهم، والشكر موصول أيضا للفرقة الموسيقية والمايسترو أحمد شرقاني. غادي نستقبلوا فنانة أخرى غادي تأدي لنا أغنية جري عليا نجري عليك، نحييو فردوس. جري عليا نجري عليك، ذا كاين اللي يعطيك وقت ولا كلمة ترضيك. جري عليا نجري عليك، زمان صعيب وقاسي كل شي غير راسي يا راسي. جري عليا جري عليك، ذا كاين اللي يعطيك وقت ولا كلمة ترضيك. جري عليا جري عليك، زمان صعيب وقاسي كل شي غير راسي يا راسي. وفين يا من القلب على القلب، الفرحة سكنة كل درب، كل شي عايش هاني. وفين دخليات الجار يسأل على الجار، ما تشوف منو عار، ما كاين اللي حافي. وفين دخليات ويا من القلب على القلب، الفرحة سكنة كل درب، كل شي عايش هاني. علم بك سول ديما عليها تعول، لحديث ديما موزول. ما تعطيك رسم الخيط، مشي وحدها مع الحيط، بلها ديما مشغول. وتدفع لبك سول ديما عليها تعول، لحديث ديما موزول. ما تعطيك رسم الخيط، مشي وحدها مع الحيط، بلها ديما مشغول. كاين اللي يعطيك وقت ولا كلمة ترضيك. جري عليك جري عليك، هي نجري عليك، كل شي غير راسي يا راسي. ما كاين اللي يعطيك ولا كلمة ترضيك، زمان صعب وقاسي، كل شي غير راسي يا راسي. جري عليا نجري عليك، أغنية خاصة للفنانة فردوس من اللون الشعبي، ونحيوها مرة أخرى ونقول لها مرحبا لأول مرة في نغنيوها مغربية. مساء النور فردوس. مساء الخير، مرحبا بك معنا. فردوس يعني من بعد الطرب والريبرتوار المغربي الكلاسيكي، اليوم أغنية شعبية، علاش هذا الاختيار؟ اولا كنبغي نشكر ونحيي الجمهور اللي كان سند ليا انه شجعني، وشكرا بزاف. كنبغي نشكر كذلك، نشكر القناه الثانيه، ونشكر كذلك سناء وسكينه اللي رافقوني هذه الاغنيه في الرقصه. اكيد ان هذا شكل جديد ليا، لانه هذه الاغنيه كتبتها ولحنتها ويا متوزيع كريم سلاوي. الفكره جاتني هو انه اللي كتسلم عليه تيقول لك، كتقولوا فين غبورك، تيقول لك غير جرى غير جري عليا نجري عليك. هذه كاينه. ثاني حاجه هو ان في العائله يعني كنلاحظ على انه ملي تنقول لهم والو ستريس الخدمه الاستوديو ولا المسائل ديال الدنيا، تيقول لك وحنا هذا الشيء ما كناش كنحسوا به، انتم ما عايشينش وقتكم، انتم ما كت يعني اون بروفيت با دو لا في، ماشي بحالهم. فهذه مجموعة
مجموعه من الافكار اللي خلاتني ان دفعتني انني نكتب هذه الاغنيه، وهي يعني هذا شرف لي ان هذه الاغنيه هي من ضمن البومي مراحل اللي هو من دعم وزاره الثقافه، فهذا بالنسبه لي سند. ولكن علاش اللون الشعبي؟ عرفت يعني فهمت ان فكره الاغنيه منين جات، ولكن علاش اعطيتيها صبغه شعبيه؟ صبغه شعبيه لانني انا بنت الشعب، ولانني انا مغربيه، ولان الموسيقى وهذه طقوسنا، هذه موسيقى تربينا عليها، الاذن ديالنا يعني رغم اننا كنسمعوا الكلاسيكيات ولكن اكيد ان التراث الشعبي ديالنا غني، فهذا يعني واحد امتي كلان دو كيف ما كنقول للتراث الشعبي ديالنا. نتمنى انني نكون ما تطفلش يعني على التراث الشعبي. كنظن ان يعني حماس الجمهور خير دليل على الحمد لله على العكس. انا اللي كان هدفي هو ان الرساله توصل، يعني ان الكلام يكون عنده واحد الهدف، هذا هو دائما هدفي في اي عمل فني. يعني انت كتحاول تمسك العصا من الوسط، ما هو موافق للعصر نقولوا، ويعني بدون تفريط في الكلاسيكيه، الجديد والجده والبديله تفرط فيه. كنتمنوا لك كل التوفيق في الدور. نشكرك انا بزاف، وغادي نستقبلوا اللحظه فنانه مرهفه الحس ايضا اختارت لنا اليوم ريبرتوار الفنان محمد رويشاي ناسي ناس بصوت الفنانه مريم بلمير. What?
ناسي ناس من أجمل أغاني ريبرتوار الفنان محمد رويشة الراحل نجم الغناء الأطلسي، أدتها لنا بطريقة جميلة الفنانة مريم بالمير. مساء النور ومرحبا بك معنا. شكرا لابتسام. الحمد لله، الله يبارك فيك مريم. غنيتي ما شاء الله يعني ألوان مختلفة، واليوم اختاريتي تقدمي لنا أغنية من ريبرتوار الراحل محمد رويشة، علاش هذا الاختيار؟ وفي الحق الاختيار ديال ماما. نحيوها ونسلموا على الميمات كاملين اللي كيشاهدونا. شكرا شكرا. والأغنية عزيزة على قلبي، وطبعا الأغنية للراحل الأستاذ الكبير المرحوم اللي كان هديها لروحه أستاذ محمد درويشة، فهذا شرف لي أنني نغني له هذه القطعة. طيب مريم، يعني كانت فترة غياب نقوله لأسباب عائلية، واليوم نعتبرها يعني عودة جديدة وانطلاقة جديدة، شنو محضرها فيها لجمهورك؟ ان شاء الله كاين سينجل ان شاء الله عما قريب، كنختار غير الوقت المناسب باش يصدر. هي من كلمات والحان بقشة، وان شاء الله تنال الاعجاب الجمهور، وكاين بعض الاغاني ان شاء الله اللي غتكون الاعمال اللي جايه. كنتمنوا لك كل التوفيق. شكرا. وسعداء جدا باستقبالك في المغنيه المغربيه. مازال غنستمتعوا بصوتك في ريبرتوار اخر ولون اخر. اللحظه غادي نواصلوا سفرنا عبر ربوع المملكه، ومن الاطلس المتوسط فين داتنا مريم بالمير غادي نتوجهوا نحو منطقه عبده، ونستمعوا لوحده من اجمل العيوط الحصباويه مع الفنان ايوب العبدي. Thank you.
عيطات العمالة واحدة من أجمل العيوط الحصباوية، استمتعنا بجزء منها رفقة الفنان أيوب العبدي. مساء الخير ومرحبا بك معنا في نغنيوة مغربية، والله يعطيك الصحة على هذا النشاط اللي درتي في البلاتو. وشرف لي نكون معكم، وكنشكر القناة الثانية وهذا الجمهور الرائع ما شاء الله عليكم، تبارك الله عليكم. أيوب، يعني العيطة فن وتراث مغربي أصيل، شنو استفدتي منه وعلى يد من تعلمتي ولا من عند من رويتي؟ قال لك واحد المثال كيف ما كنقولوا حنا الشيوخ، شيخ بلا شيخ جبحو خاوي. أنا الحمد لله عندي علاقة طيبة مع جميع الشيوخ ديال عبدة وخارج عبدة، والأستاذ ديالي اللي كان ذكره في أي لقاء وهو سي حجيب. تحية كبيرة للفنان حجيب، تحية لخويا حجيب أستاذ ديالنا اللي كان أوجه لي تحية، الشيخ جمال الزرهوني، لالا خديجة مرقوم، محمد ود الصوبة، يعني هادو كاملين يعني كلها أسماء كبيرة نحييوها ما شاء الله عليهم الشيخ في المستوى. هادو كاملين يعني دعموني واستفدت منهم بزاف ماشي شوية، كنشكرهم من المنبر كاملين. الله يعطيك الصحة أيوب. كيف قلت يعني العيطة كتبقى من ركائز التراث المغربي، أكيد. والحمد لله يعني كتجتهد فيها بطريقة جميلة، كنتمنوا لك كل التوفيق. غادي نواصلوا سفرنا مشاهدينا، هذه المرة الوجهة جبال الريف الأبية مع الفنان بدر سلطان. Yeah.
مغار مغار أغنية ريفية جديدة للفنان المتعدد المواهب والألوان الفنان بدر سلطان. مساء النور ومرحبا بك معنا. مساء الخير أخت ابتسام. مرحبا بك. مساء الخير، كي دايرة؟ الله يحفظك ربي يخليك. وانت كل شيء مزيان؟ الحمد لله. صحاب جداد كي جاوا؟ زوينين. شكرا بزاف، تحية للجمهور الرائع. شكرا. مرحبا بك بدر. كيف قلت انت متعدد ما شاء الله المواهب والالوان، يعني اديتي شعبي، اديتي راي، الاغنيه ريفيه جديده، كتشوف انت بانه تعدد الالوان ممكن يفيد الفنان ولا يقدر يعني يشتت شويه الانتباه؟ لا بالعكس، بالعكس، يعني تعدد الالوان الغنائيه هذا كيفيد الفنان، لان اليوم الجمهور كبير بزاف، فبالعكس خص الفنان يكون كيغني جميع الالوان باش يرضي جميع الاذواق ويكون متميز. اهم حاجه التميز، وما فيها بس الواحد يغني كل شيء. مادام تكلمتي على التميز غنتكلم معاك على وصفه النجاح بالنسبه لك. وصفه بدر سلطان شنو هي؟ وصفه النجاح اولا هي التواضع والابداع. يعني الفنان خص يكون متواضع ويقدم للجمهور ديالو واحد الحاجه اللي زوينه فيها ابداع وفيها رساله، وهذا الشيء اللي كيخلي منه فنان ناجح متميز. من بعد الاغنيه الريفيه كاين يعني لون اخر غادي تمشي ليه ولا مازال تتفكر؟ اش من لون؟ ما عرفت. عارف شوف انت شنو بغيتي؟ شنو فاش بغيتوا تشوفوني هذه المره؟ وسولوا الجمهور ديالك وهو اللي يرد على السؤال. المهم انت منفتح يعني على كل الاقتراحات. الحمد لله انا منفتح وباغي نرضي جميع الجمهور ديالي. كنتمنى لك كل التوفيق بدر، وغادي نبقاو مع دائما مع ابناء القناه الثانيه. هذه المره واحد من خريجي برنامج ستوديو دوزام، استقبلوا معي الفنان يوسف قلزيم. رجع لي تاني بالأفراح، باغي تفكرني باللي راح. رجع لي تاني بالأفراح، باغي تفكرني باللي راح. جايب مشموع يفكرني، وقلب مغروم، وقلب مغروم يحيرني. رجع لي تاني بالأفراح، تفكرني باللي راح. رجع لي تاني بالأفراح، باغي تفكرني باللي راح. جايب مشموم يذكرني، وقلب مغروم، وقلب مغروم يحيرني. وذكريات كل غموة كتفكرني بأيام شوفتني ليك. بديت نشوف وبديت نشوف صورة بعيني، صورة بعينيك، صورة جميلة جميلة جميلة، صورة جميلة جميلة. شوفتني ليك، شوفتني المكان، المكان الصغير، المكان الصغير، كنا هجرنا وخدان الخير، وخدان الخير. شوفتني المكان، المكان الصغير، نشوف صورة بعيني، صورة بعينيك، صورة جميلة جميلة جميلة، صورة جميلة جميلة.
فكرني باللي راه جايب مشموم يذكرني وقلب مغروم وقلب مغروم يحيرني وذكريات كل غاب هوا كانت فكرني بأيام رضاك وذكريات كل غاب هوا كانت فكرني بأيام رضاك راجع 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 لي تاني راجع لي تاني بالأفراح. واحدة من درر الريبرتوار المغربي هي للراحل عماد عبد الكبير من كلمات محمد رؤوف وألحان محمد بالخياط. استمتعنا بها بصوت يوسف قلزيم. مساء النور ومرحبا بك معنا في الغنية المغربية. مرحبا بيا ومرحبا بكم أنا في دارنا وسط الببليك اللي ديما زوين وغزال. تبارك الله عليكم. ميرسي أبو توس. يوسف عندك علاقة قوية بهذه الأغنية. هاد الأغنية عندها فعل عليا زوين وفعل على مجموعة من الفنانة. هي أغنية كبيرة للراحل عماد عبد الكبير كيف كيعرفوا الناس. ما فيهاش طربي المحض ولكن فيها لو ستيل. فهي تكون تغنات في هذا الوقت كانت يبان لي غادا تعطي نفس السكسي اللي عطات هذاك الوقت. هذه حاجة مفروغ منها وهي ما شاء الله مازال مستمرة. الحمد لله. يوسف من بعد يعني استوديو دوزام كانت فترات ظهور وفترات غياب. شنو الأسباب؟ شنو اللي خلات يوسف يغيب شي شوية على جمهوره؟ الأسباب هو أنه أنا كان بغي نشتغل على نفسي ونطور من راسي وما يمكنش لي نظهر للجمهور إلا إذا كانت عندي حاجة جديدة اللي غادي تروقو وغادي يشوفني فيها. ولكن ما غبتش على الحفلات ومهرجانات المغربية الحمد لله دائما حاضر وكنتمنى دائما المساندة والدعم ديالكم وديال الجمهور. مرحبا. إن شاء الله. طيب للمقبل ولا للفترة المقبلة شنو محضر يوسف؟ كاين أعمال قريبة تصدر؟ كاين أعمال عندي عمل يعني مدعم من وزارة الثقافة. كاين أعمال واحدة أخرى كنوجدوهم إن شاء الله مع مجموعة من الملحنين والموزعين وكتاب كلمات شباب. وتمنهم الله يعني نعطيو حاجة اللي تروق الكل وتكون ونكونوا عند حسن الظن. إن شاء الله. هادشي اللي كنتمناو لكم بجوج. بدر يوسف مشروع ديو بجوجكم علاش لا؟ اييه مرحبا. بعدا واحد القضيه خصني نقولها وعلى المباشر وانه بدر علاقه صداقه معاه اكثر من 10 سنين. تبارك الله والله يدومها بالله. بجوج وكنتمنى ليه النجاح. هو فنان كبير غزال تبارك الله وكنتمنى ليه كل نجاح ان شاء الله. ربي يخليك. الله يحفظك. انت غزال وفنان وعلى صوت جميل رائع واخلاق بدون مجامله. الله يوفقك. الحمد لله. مرحبا. الشباب المغربي الخلوق. طيب في انتظار انكم تفكروا في مشروع ديو بغيتي تمشي ولا يوسف؟ لا غير تعال تقول طيب يمكن متشوق باش ينوض للحشمه. تغني مع خويا بدر معلوم. طيب على بال ما تفكروا في مشروع ديو ها انتم غادي تقدموا للجمهور نغنيوها مغربيه. ديو زين اللي عطاك الله يوسف قلزيم وبدر سلطان. مرحبا. تنسي ونراك أجي داويني راني مستناك
هاد البطل قولي لي علاش اجي داويني راني نستنى لالا عليك الغير وتمحنت كتير لالا عليك الغير تمحنت كتير انت اللي تداويني وانت سبب ضري جلديك الحومة نسكن فيها انا جلديك الحومة نسكن فيها انا اجي داويني راني نستنى مثلو ما نلقى زل عتق الله مثلو ما نلقى ديما في بالي والمالي هالي هالشي مارا زاد قلبي الجرا هالشي مارا زاد قلبي الجرا هاشي داويني راني عذرني وفني يا ليلة لبنان من حبها أكبر عذرني وفني يا ليلة لبنان من حبك أكبر بمسهر الليلات أجي داويني راني نستنى وللا يا للا راني في حالة للا يا للا راني في حالة نكون في انا اجل ديك الحومه نكون في انا اجي داويني راني زل عطاك الله مثلو ما نلقى زل عطاك الله مثلو ما نلقى ديما في بالي ونهار وليالي هالشمارة زاد قلبي الجرا هالشمارة زاد قلبي الجرا اجي داويني راني زل عطاك الله مثل ما نلقى زل عطاك الله مثل ما نلقى ديما في بالي ونهار وليالي هالشمارة زاد قلبي مزرى هالشمارة زاد قلبي مزرى اجي داويني راني نستنى اجي داويني راني نستنى اجي داويني راني نستنى اجي داويني مرسي زين اللي اعطاك الله وديوج مع الفنان بدر سلطان بيوسف قلزيم شكرا لهم على مرورهم معنا في هذه الحلقه من غنيوه مغربيه في بدايتها وعدتكم بانه غادي يعاود يرجعها هو رجع معنا الفنان سيف واغنيه جديده عييت ما نتسناك وشرك الحلتي لا تسوجتي لفين غادي نلقاك ويا حبيبتي مانيت ما نتسناك واش سقيتي قولي لفين غادي نلقاك ويا حبيبتي مانيت ما نتسناك واش سقيتي وشرك الحلتي لا تسوجتي وشرك الحلتي لا تسوجتي قولي لفين غادي نلقاك ويا حبيبتي راني عيت ما نتسناك واش سقيتي قولي لي فين غادي نلقاك ويا حبيبتي راني عيت ما نتسناك واش سخيتي واش راك رحلتي لا تزوجتي واش راك رحلتي لا تزوجتي قولي لي فين غادي نلقاك ويا حبيبتي راني عيت ما نتسناك واش سخيتي قولي لي فين غادي نلقاك ويا حبيبتي راني عيت ما نتسناك واش سخيتي واش راك رحلتي لا تزوجتي
من أجمل أغاني الفنان سيف اللي استطاع نجمه في الثمانينات ومنورنا بحضوره هذه الليلة في نغنيوة مغربية. مساء الخير سيف. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك. كيف قلت يعني أنت حظيتي بالنجومية في الثمانينات بمجموعة من الأغاني اللي تشهرات ومازال معروفة لحد الآن. الحمد لله. إلا بغيناك تعطينا يعني رأيك في حاضر الأغنية الشعبية مقارنة مع الجيل اللي عشتيه. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشكر هذا الجمهور الجميل
وكنشكر هذا البرنامج نغنيوها مغربيه اللي تاح لي هذه الفرصه باش نعبر على باش داك الشيء اللي عندي ولا باش باش تحيي صلة الرحيم مع الجمهور مره اخرى باش باش نعاود ان شاء الله السؤال اللي قلتي لي وهو الاغاني اللي حاليا ولاو فيها ولا انا اللي كتعجبني الاغنيه الشعبيه غير الكلام شي شويه ولا فهمتي الكلام اللي ولا شي شويه ماشي مزيان فهمتي ياك كاين بعض الاعمال اللي كتشوف بان انت انا كيعجبني الاغنيه انا كيعجبني الاغنيه كاساليب وكالات موسيقيه تبقى كما هي غير الكلام يكون ان شاء الله بكري كنا ملي كنا كتدخل اي منزل مغربي كتقدر تغني اي اغنيه تقدر تسمعها مع باك ولا مع امك ولا مع اختك ولكن يعني باش ما نعمموش يعني هذا ماشي حال الاغنيه الشعبيه عموما حاليا كاين البعض منها اللي انا كنحاول كنوجه انا كاين الا جينا نشوفو تنقولوا ابني تا تبارك الله راه مغني تبارك الله هذا ولكن كنحاول ما امكن هذا الجيل اللي طالع كنقول لهم حاولوا تخليو على الاصاله شوي الاصاله والمعاصره تكون اغنيه قديمه ولكن تكون توزيع موسيقي ديال دابا علاش لا حتى هي فكره طيب اليوم سيف يعني انت عشتي ما شاء الله الفتره الذهبيه فتره الكاسيت والارقام القياسيه اليوم نجاح الفنان كيتقاس بعدد المشاهدات وبمدى حضوره في وسائل التواصل شنو علاقتك بهذه المسائل الجديده والحديثه الحمد لله حتى انا عندي واتساب وعندي فيسبوك وعندي ما يمكنش حتى اي انسان ما يمكنش اللي يقدر يزيد الا يواكب العصر ضروري يواكب العصر ولكني يحاول ديما كنلح على الكلمات وكنلح على المواضيع اللي غادي اللي غتكون مواضيع اجتماعيه اللي كنعيشوها حاليا كيف قلتي يعني نتشبتوا بالاصاله ونواكبوا العصر سعداء جدا باستقبالك سيف في هذه الحلقه غادي نرجعوا للغناء مشاهدينا هذه المره في ديو غادي يجمع مريم بالمير وفردوس والزياره لغيتا بن عبد السلام أشواقنا بنسموها
غيتا بن عبد السلام هي من كلمات المبدع علي الحداني والحان محمد بن عبد السلام. استمتعنا بها في ديو جمع كل من مريم بالمير والفنانه فردوس. شكرا على حضورهم معنا حلقه هذه الليله. مشاهدينا غادي نرجعوا لريبرتوار الفنان الراحل عبد الصادق شقاره دائما مع المبدع عبد الرحيم سويري. اضطر والدرب
حاسينكم يا المغاربة شحال طاحوا ديال الأرواح. على زين المغربيات شحال طاحوا ديال الأرواح. الفنان عبد الرحيم السويري دائما ما كيخلق الفرجة والبهجة. شكرا ليه وشكرا لكل الفنانين للباو دعوة البرنامج. وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقة هذه الليلة اللي كان عنوانها هو تعدد الألوان لإرضاء كل الأذواق. شكرا لكم على وفائكم، شكرا للحضور الجميل اللي كان معنا داخل البراتو، وشكرا أكيد لفريق عمل البرنامج وللفرقة اللي رافقتنا. الختم غادي يكون بوحدة من أجمل عيوط عبدة مع الفنان أيوب العبدي. فرجة ممتعة ودايما غنيوها مغربية.